لن تتردد في زيارتها إذا دعيت، خاصة إذا عرفت أن خلاصة الطبيعة المكونة من ماء وهواء وأرض تاريخية منصهرة بداخل جدران قلعة العقبة. قلعة إسلامية دعت السياح العرب والأجانب لقراءة ماضي العصور واستشراف المستقبل وتشكيل سجل تاريخي لمدينة الشمس والبحر والرمال عرفها القادة والعلماء والتجار منذ آلاف السنين. إنها ليست جميلة بل إنها مذهلة حقيقة، إنها خلابة، أعجبني تصميمها وقوتها، نعم أحببتها. نقوش وسطور تحكي قصة العصر المملوكي، حيث كانت قلعة العقبة محطة للحجاج والتجار ومقصورة ملكية للملوك والأمراء المماليك ينزلون فيها أثناء طريقهم إلى الحج. في عام 1917 كانت قلعة العقبة المحطة الأردنية الأولى لقوات الثورة العربية الكبرى، فيها نزل أحرار العرب ومنها انطلقت ثورتهم، وفي باحاتها وقف الشريف الحسين بن علي ليعلن استمرار التحرير العربي. أما اليوم تستطيع من خلال شرفاتها أن تشهد إقامة حفلات مسائية قد تستحضر ذاكرة المكان. جايين هسه الليلة أساسا نرتب لها حفلة لجروب سياحي، دائما نجيب الجروبات السياحية نعمل لهم هنا عشيات وليالي، منورجيهم العادات والأكل الأردني والأكل الشعبي تبعنا، نعمل لهم حفلات تقريبا هنا أغلب الأيام بالذات الصيفية. بتوقع أن السياح بشكل عام أنه بيحبوا الأشياء القديمة، منه بتعرفوا على المنطقة اللي احنا فيها كعادات وتقاليد ونوعية الأكل وأنواع أي شيء خلينا نقول مش موجود عندهم ممكن يلاقوه عنا. التاريخ الذي يدور على رحى القلعة ربما سجل زيارتك بين جنباته، وربما أيضا أضاف لذاكرتك سحرا قد لا تشفى من تداعياته الخلابة بسهولة. للمرة الأولى في تاريخ الأردن يجتمع البر والبحر والجو في هذه القلعة ليسجلوا مسيرة السنوات والعصور التي عاشوها معا. رايدة حمراء لبرنامج دنيا يا دنيا العقبة.